نكمل بقى المطلوب. احنا كده ظبطنا حركة الكاميرا. فاضل بقى نحط شوية الاليمنتس اللي احنا عايزين نحطها. الاليمنتس يعني اما تيجي تضيفها بلاش تضيفها وانت وكاميرتك بزاوية كده، تمام؟ يعني ضيفها والسين بتاعتك على عدل، يعني في اخرها. يعني مثلا انا كده، هي دي انا ثبتت على كده. تعالوا كده نروح لاول واحدة اللي هي شوية الحاجات دي، تمام؟ دي هسميها مثلا لينز 01 مثلا، و لينز دوتس عشان ابقى عارف ان دي اللي فيها شوية دوتس، و دي ممكن نسميها لينز سمادج. جميل. كل واحدة من اللانانيز دول، اللينزز دي، تمام، هتبقى في كومبل واحدة. الأول ناخد اللينز دي واحطها فوق التايتل. ما شاء الله السكيل جميل ابن حلال اهو. هضغط اس وهسكيلها كده بحيث اخد، هو انا بسكيل بس علشان اخد اكبر قدر من الديتيلز دي. طبعا كالعاده زي ما احنا متفقين ان اي صوره هحطها، افرض انت في وسط الديزاين عايز تبدل الصوره دي زي ما اتفقنا، بنكليك كنترول شيفت سي، وهنا هقول له دي هسميها لينز، مش عارف دي اسميها ايه، ممكن اسميها لينز سكراتشز، واقول له موف اول اتريبيوتس، مع ان انا مش حاطط ولا افكت بس عادي، موف اول اتريبيوتس، واقوم عامل له اوكي. خلاص بقت دي هنا كده. هروح اعملها قبل ما اعملها 3 دي، او خليني اعملها 3 دي الاول عشان تبقى بالشكل ده. طبعا واضح ان احنا محتاجين سكيل، بس قبل ما نعمل السكيل الاول اشوف دي فين اصلا، موقعها فين من الاعراب من اليارات دي. هروح للاكتف كاميرا واقول له اطلع لي في التوب كده، هلاقي دي بالمنظر ده كده، في حين ان انا عندي الوول او الحيطه بتاعتي اهي. فانا هروح لدي وانا عايز دي تبقى في منها ورا التايتل وفي منها فوق التايتل، فانا هخلي فوق التايتل بشويه كده لان انا عايز كمان 2 3 وراها، تمام؟ خلي مثلا كده و اس وهنكبر السكيل، تمام. ارجع للاكتف كاميرا، واضح ان انا محتاج اكبر السكيل قوي عن كده كمان، لان انا لو جيت رجعت كده اهو هلاقي ان هي محتاجه انها تكبر، بس محتاجه انها تكبر ومحتاجه انها تنزل على واي شويه كده. الاسود ده هيروح، تمام بالمنظر كده. وافتكر ان احنا لو صغرنا السكيل شويتين الدنيا هتظبط. نزلناها مثلا على واي شويه كده، ممكن ناخد سكيل شويه. انا مش من هواة على فكره، مش من هواة موضوع السكيل بشكل مبالغ فيه، بس ساعات عفوا هي واحده يعني. لو قلنا 190 افتكر، تمام جميل حلو قوي. يبقى احنا كده عرفنا السكيل العام بتاعنا تقريبا في كله هيبقى نفس السكيل ده. دلوقتي بقى ازاي هخلي دي مبينه اللي وراها؟ لو انا رحت عملت F4 ورحت هنا وهضغط كده واقوم قايل له مثلا ايه تبقى سكرين، خلاص بقت بالمنظر ده اهو. بقت بالشكل، بس زي ما احنا شايفين السكراتشز مش باينه قوي، تايهه. حلو، فاحنا نعمل ايه؟ هنروح لافكتس اند بريسيتس ونحط كيرفز كليك، والكيرف زي ما احنا قلنا هايلايتس ميد تونز شادوز، فانا عايز اخد الشادوز لتحت شويه واخد الهايلايتس
لفوق شوية. تمام، انا ممكن اقول له ان بلند مود اد، بس مش بحب اد قوي عشان بيخلي الحاجة كأنها بتلمع حاجة زي كده. تمام بالشكل. تمام، اللي بعدها، وعشان ما نفضلش بقى ان احنا كل شوية ناخد صورة نعمل بري كومب، بعد البري كومب بنعملها 3 دي مش عارف ايه كل القصص دي، احنا ممكن نعمل حركة حلوة قوي، الا وهي الاخت دي احنا نعمل لها دبل كيك. بس خلي بالك من نقطة مهمة قوي بقى. اولا انا مش عارف دي مكانها فين، فانا هكتب كده كلمة لينز عشان الاقي ان دي موجودة في الكومبس اللي في سين 1. اذا انا هشيل دي واروح لسينز سين 1، هلاقي جواها الكلام ده كله. اولا سين 1 هيبقى معاها كمان دول، هلاقي لينز سكراتشز، هعمل كنترول دي هنا. طب انا ليه عملت كنترول دي او دوبليكيت للكومب دي هنا وما عملتوش هنا؟ لما بتعمل كنترول دي هنا انت بتعمل منها انستنس مش كوبي. يعني ايه انستنس؟ يعني لو انت عملت كنترول دي 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 هنا كده مثلا، خلاص، وجيت فتحت دبل كليك وغيرت هنا، دول كلهم الاربعه دول هيتغيروا. ليه؟ لان دي ودي ودي انستنس من دي. في فرق بين كوبي وانستنس. كوبي يعني لما بعمل دوبليكيت لحاجه لو غيرت في اي واحده التانيه ملهاش دعوه، اما انستنس لما بعمل دوبليكيت لحاجه لو غيرت في اي واحده التانيه بتتغير. تمام، فانا هنا الكوبي ده من النوع انستنس هنا، اما هنا فالدوبليكيت من نوع كوبي. اذا هنا تحت دوبليكيت او انستنس دوبليكيت، اما هنا فهو كوبي دوبليكيت. فدي انا هسميها بدل سكراتشز هسميها دوتس. تمام، وكل الحكايه بس اللي انا هعمله عشان دوتس دي كمان تنزل واخده نفس بالظبط المكان بتاع سكراتشز، نفس السكيل، نفس كل حاجه. تعال على 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 دي واعمل كنترول دي. خلاص ماشي كده، احنا عملنا كنترول دي، هتكليك على دي كده تخليك عامل على سيلكت، الت اضغط زرار الت واطلع اسحب لينز دوتس دي فوقها وسيب. اصبح كده دي لو عملنا اس نفس السكيل، نفس البوزيشن، نفس الروتيشن، نفس كل حاجه حتى لو في كي فريمات. تمام، فانت بتعمل هنا ريبليس. فلو احنا جينا عملنا كده طبعا دوتس مش موجوده، خلاص، فانا هاجي على زد وازق دوتس دي اهي قدام شويه. تمام، بس برضو عايز اروح هنا للتوب كاميرا واشوف دوتس دي فين. دوتس كده في وش الكاميرا، ودي حاجه كويسه، انا عايز حاجه تكون في وش الكاميرا برضو عشان يبقى فيه. كل ما انت بتزود المسافات دي او كل ما بتزود اللايرز بيبقى في حاجه اسمها بارالاكس. يعني ايه بارالاكس؟ تحس انك انت ماشي وسط ليارات، او تحس انك انت ماشي وسط فوليوم، او في عمق، في عندك ديبث للصوره. كلمه بارالاكس اللي هو لو انا بتحرك بالكاميرا يمين او شمال فما بلاقيش الحاجه بتتحرك قدامي كده، يعني ما تحس ان الصوره ثابته وبتلف يمين وشمال، لا، تحس ان في هنا في عمق للصوره بتاعتي اهي، شايف في لاير وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه، فتحس بعمق الصوره. اما عايزين نبدل الصوره، هو ده اللي كنت اتكلمت عليه، دبل كليك على لينز دوتس، روح هات بعد كده في ايمجز، هات اللي هي لينز اهي، كليك على دي الت واسحب لها فوقها لينز دوتس. تعال نرجع كده للسي. لينز دوتس، بس لينز دوتس بيضه زياده عن اللزوم، فانا عايز اروح هنا، اروح لافكت اند كنترول، شايف نازله بالكيرفز اللي هو كان على دي، هسحب الكيرف ده شويه كده. مبدئيا انا عايز اشيل النقطه دي، عشان تشيل نقطه كليك وارميها بره كده، روح هات ده وانزل بدي شويه
ممكن ناخد الشكل ونزيد بيها شوية، او احنا نعلى بسنة عشان اجيب الحاجات الصغيرة دي. لكن انا عايز انزل بالحتت اللي فيها هايلايتس، يعني انا عايز اعلى بالميد تون لكن انزل بالحتت اللي فيها هايلايتس اللي هي. ممكن الشادوز اخدها كده شوية، او النقطة دي، والنقطة دي بالذات تحركها على قد ما تقدر بالراحة، لان هي الحركة كده هتلاقي الدنيا باظت. فانت حاول بس تاخد حاجة بالشكل ده كده، تحس ان الكاميرا ماشية لير والتانية والتالتة. اهو ادي لير اهي، ووراها هتلاقي واحدة تانية اللي هي اللير دي خلاص. ولسه كمان لما نحط بقى التالتة اللي هي قدام قدام الوول هتبقى تحفة. طب جميل، حلو. نروح كده نيجي على العادل بتاعنا تاني، ونفتح بروجكت لينز دوتس، كنترول دي لينز دوتس، ودي هنسميها سمادج. كالعادة دبل كليك على سمادج، نكليك الصورة، ناخد الصورة الجديدة اللي هي دي، الت اسحب دي فوق دي. طبعا السكيل بتاع سمادج صغير، فهضغط اس وهكبر السكيل بتاع سمادج. محتاجة منا كولر كوركشن مظبوط لان فيها شوية شغل. هرجع هنا، هاجي لينز دوتس كنترول دي، وبعدين هاجي على سمادج الت واسحب دي فوق دي، هتنزل سمادج. سمادج فيها شغل. هروح هنا بقى تمام، وهطلع هنا كده تمام. دي هرميها، وهاخد سمادج دي لتحت، واخد الهايلايت بتاعها برضه لتحت لان فيها هايلايت جامد. هعلى بالميد تون بتاعها، واخد الهايلايت تحت شويه تمام. سمادج دي انا هضغط F4، هي كده كده 3D. هروح لاكتف كاميرا توب فيو، واخد بقى سمادج دي تبقى ورا هنا كده عند الوول، قرب الوول، واروح لاكتف كاميرا بالشكل ده. لو عملت سولو، لو ضغطت كده خليت سمادج دي لوحدها، وكمان الجايه فوق زرار التسجيل، فربنا يستر ما يوقفوش. حلو. عايز بقى كمان اجي هنا واسحب سمادج. شفتوا الشادو عمل ايه لما سحبنا الشادو؟ اهو سمادج بانت. او خلي دي زي ما هي، وناخد البوينت الاخيره دي بس مش قوي، بصوا هتحرقها زي ما انتم شايفين. فواضح كده ان الحركه دي مش هتنفع هنا، فانا عايز اعلي الميد تون على قد ما اقدر، افتكر هيبقى اخري ده تمام. واجي هنا بقى اسحب بين النقطتين دول الشادو بالشكل ده كده. انا ما عادش قدامي اي حل تاني غير ان انا اضغط تي عشان اجيب الاوباسيتي، واسحب الاوباسيتي بتاعتها كده. هشيل ده، هشيل ده تمام. نشوف الدنيا كده بقت عامله ازاي. واضح ان انا محتاج انزل لينز سمادج دي لتحت اهي، هي هنا اهي، اهي قدام الكاميرا. ممكن اخدها كده كمان، يبقى انا بشوف رؤيه افضل تمام. ممكن اعمل زيرو حلو قوي. بس لو رحنا لتوب، انا عايز شفتوا الكاميرا رجعت المسافة دي كلها فاضية. انا عايز ليارات احس انها جاية في وش الكاميرا، فانا ممكن اخد سكراتشز دي تم، او في واحدة في وش الكاميرا اللي هي اللينز دوتس دي. ممكن اعمل كنترول دي لينز دوتس دي، كنترول تمام دي، واحطها مثلا هنا كده ماشي،
وS مثلا وأعمل لها سكيل مختلف. تمام. ممكن أضغط العلامة دي أشيلها وأقول له دي بدل ما هي سالب 212 بدل ما هي 212 أخليها سالب 212 بحيث يعمل فليب، يعني يقلب السكيل بتاع اللاير على اكس، بحيث ما ادهاش فرصه انها ترجع مسافه كبيره قوي كده. تمام. من غير ما يكون في لايرز. ممكن اخد سكراتشز دي كمان واعمل كنترول دي واطلعها مثلا هنا لمجرد الترتيب مش اكتر، واخد سكراتشز دي من ورا كده احطها هنا مثلا، خلاص، واضغط اس اسكيلها سكيل كبير، اشيل دي واخليها مثلا سالب 214 بحيث تتقلب الناحيه التانيه. اروح لاكتف كاميرا، تمام، افتكر سكراتشز دي برضو تبقى كده. فرق. شفتوا فرقت جامد لما احنا حطينا ليارات ورا بعضها، لان الكاميرا كانت مشيت الاول مسافة فاضية كتيرة جدا على ما ايه على ما هي على ما وقفت، انما كده خلاص كده الدنيا تمام وما عنديش اي مشاكل خالص. فاضل بعد كده ان انا احط الوهج اللي احنا كنا شفناه ده. ده برضو هتلاقيه في البروجكت فايلز. البروجكت فايلز كلها موجودة على الموقع gfxray.net لما نخش على التدريبات المجانية وعلى الموشن جرافيكس او التدريبات المجانية او على افتر افكتس، هنلاقي ملفات العمل كلها موجودة بما فيها الاوديو اسف الاس اف اكس اللي هي ملفات الصوت، او الاتنين دول اللي هما ملفات الفيديو اللي هما من مجموعة فيديو كوبايلوت شوك ويف. برضو كالعادة انا هروح كده، عايز اخد شوك ويف 8 واتفر 8 12 اللي يعجبك ابدا بيه. تمام. انا عايز اخد شوك ويف 8، خلي بالك ان هي دي هتبقى تحت دول كلهم، خلاص، يعني تحت ورا التايتل، ورا التايتل، يبقى هاخد دي كده واحطها هنا كده. طيب لو خدنا بالنا هي مش ظاهره، مش ظاهره لان الليمت او اللينز او بتاع ده الوقت بتاعها صغير، فانا هاخدها كده بس لمجرد ان انا ابقى شايفها. تمام. فهي مثلا انا عايزها هتبدا من اول فين؟ تعالوا كده نشوف. لو احنا جينا عملنا كده همشي بالفريم بقى، الفريم يبقى بيدج اب وبيدج داون، همشي بيدج داون. اوبس، يبقى كده لو جينا نبص تعالوا كده نتأكد تاني لو عملنا زيرو. هنا يعني نقول عند فريم 24. اذا عند 24 انا عايز ده دي تكون طلعت. نخلي بالنا ان دي ما فيهاش الفا، يعني ما فيهاش ترانسبيرنسي زي ما انتم شايفين كده، فدي البليند مود بتاعها هيبقى سكرين او اد، يعني سكرين او اد زي ما تيجي. المهم هو ده اللي انا عايزه يحصل. ما شاء الله السكيل بتاعها فظيع، فانا عايز اصغر السكيل بحيث هي كلها تبقى جوه السين. مفيش داعي ان انا اعمل دي 3D لان
يعني هي 2D element. يعني تعالوا حتى نشوف لو عملنا تيست بسيط نشوف الدنيا هيبقى ظروفها ايه او عاملة ازاي. هي عايزة فريم واحد قدام، ناخدها بس فريم واحد قدام. لو احنا طلعنا بيج اب هو ده هو الفريم ده هنيجي كده. بص لو انت عايز تخلي اللاير، يعني مثلا اللاير دي هنا كده، انت عايز تخلي دي عند ده بالظبط. عارفين حرف الجيم والدال؟ حرف الجيم ده هنسميه البيجن براكت، حرف الدال هنسميه الاند براكت. اخر مره هقولها جيم ودال، بيجن براكت حرف الجيم تمام، اند براكت حرف الدال. اعرفها حتى بيجن جيم اند دال تمام. لو انت ضغطت على البيجن براكت لوحده، لو انت ضغطت ده لوحده، لو ضغطت حرف الجيم اهو اسف، لو ضغطت البيجن براكت هياخد اللاير يحط اولها عند سي تي اي تمام. بس فهو ده البيجن براكت والاند براكت بيعملوا ايه. خلي بالنا ان هو لوحده، هو لوحده بياخد ال البيجن بوينت بتاعت اللاير يحطها عند السي تي اي. طب لو ضغطت حرف اللي هو الاند براكت اللي هو حرف الدال هياخد الاند بوينت، هيقوم مرحلها كده كلها لغايه ما يحط الاند بوينت عند السي تي اي تمام. اذا البيجن براكت البيجن بوينت، الاند براكت الاند بوينت. اذا انا كده جبت البيجن بوينت عند السي تي اي. افتكر ان بالشكل ده احنا افتكر ظبطناها بالفريم يعني زي ما بيقولوا تمام. فاضل بقى ان احنا نعمل حاجه هنسميها التايمنج عشان يبقى التايم اسرع من كده بالظبط، مظبوطه كده بالفريم. نتكلم بقى في التايمنج والبري كومبوزنج والافكتس في المحاضره اللي جايه.